كان محتج على الحكام. دونك المجموعة الأولى نادي صفاقس ينهزم ضد اتحاد تطاوين 1-0، ومفاجأة كبيرة عملها اتحاد تطاوين اللي في الفترة الأخرى معناتها تقريبا انتصارات وتعادل، معناتها متألق جدا. والنتيجة الفورية الديوان علمت أنه الهيئة التسعيرية نادي صفاقس أقالت المدرب الفريق موريزو ياكوباتشي دونك بعد الهزيمة قدام اتحاد، بعد الهزيمة معناتها لأنه نجم يقيلوه كان بعد الهزيمة مش قبل الهزيمة، بعد الهزيمة باش يقولوا هو على جاي وكوين معناها على جاي هو من اساس صحيح بالحق على جاي معناها كنت انا ما فهمتش شنو على جاي جاي باش يدرب شنو على جاي لا نعرف قلت لك باش يبيع الواحد انا بيع مش على جاي على جاي معناها هو ليش كان ربح 5 ماتشات روا وما احلاه شنو على جاي كان فما انترونور هز كاس تونس دلهوم علاقته طيبه بالجواريد كان عامل جمعيه بالصغار معناها بالموجود كان عارف كيفاش مش ما نعرفش شنو اللي صار كان واقعي مع روحه واحليه وكان خويا الافكتيف اللي عندنا من نجم انا يظهر لي اخيلا بسبب تصريح عمله وتصريح هنا في ديوان معناتها حكي شويه الواقع يا اخي. وقيل دونك اتحاد تطاوين يربح سي اس اس في صفاقس 1-0، ترجي يسحق النادي البنزرتي 4-0، الملعب التونسي دونك يخسر ضد النجم الساحلي 1-0، وامل حمام سوسه يربح هلال الشابه 2-0. بالنسبه للمجموعه الثانيه اتحاد بنقردان يتعادل مع النادي الافريقي 1-1، رجيش ينهزم 4-1 في رجيش ضد الاولمبي البيجي على المنوبيجه بعد جوارات برشا النجوم جوارات زوز نجوم بعتهم سيدي بوزيد يتعادل مع اتحاد المنستيري 0-0، ومستقبل سليمان يتعادل مع نجم المتلوي 1-1. دونك بالنسبة للمجموعة الأولى الترجي الرياضي التونسي 27 نقطة، نجم الساحلي 25 نقطة ناقص ماتش، معناتها ما نحسبوش الماتش اليوم باش يتحسب 3 بوان ولا ما نعرفوش رابطاش باش تقرر. في المرتبة الثالثة اتحاد تطاوين ب 17 نقطة، في المرتبة الرابعة نادي البنزرتي وأمل حمام سوسة 13 نقطة، المرتبة الخامسة نادي صفاقس 12 نقطة، المرتبة السادسة هلال الشابة 10 نقاط، ومعاه في المرتبة السابعة الملعب التونسي ب 10 نقاط ما ناقص مباراة. دونك معناتها المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة في المجموعة هذه بين نادي البنزرتي وأمل حمام سوسة وصفاقس. دونك نادي بنزرتي ملحمام سوسه ونادي صفاقسي، هذا هو الترتيب. ثم ترتيب المجموعه الثانيه اتحاد المنستير في المرتبه الاولى 26 نقطه، ثاني الاولمبي البيجي وضمن ترشحوا للبلاي اوف، مبروك للاولمبي البيجي وبرافو 24 نقطه، الثالث اتحاد بن قردان اللي ماركه تعادل في الاخر شبه ضمن تقريبا لا الضمن نهائيا اولمبي البيجي، بن قردان مازال ما ضمنش نهائيا. نادي الافريقي 18 نقطه في المرتبه الرابعه، ثم مستقبل سليمان الخامس 13 نقطه هو نجم المتلاوي، سيدي بوزيد في المرتبه السادسه السابعه ب 9 نقاط، ومستقبل رجيش في المرتبه الاخيره ب 6 نقاط، ورجيش في وضعيه صعبه اللهم اذا ينتصر في زوج ماتشات جايين. قبل الارقام ضمن الترشح راه مازالوا زوج جولات وهي بعيده على الخامس 10 نقاط. لا لا هما خمسة ترشحوا ترجي لتوال خمسة ترجي لتوال باجا مستير وبن قردان هذوما اللي ضمنوا رسميا ترشح. برافو يعطيكم الصحة. الافريقي تقريبا زاد بريسك ضمن الترشح على ترتيب الهدافين. والله انا فرحان بالاسامي، رفيق كمرجي المرتبه الاولى 10 نقاط، محمد علي برمضان 10 اهداف يا ربي، محمد مش جايبينك هنا باش تصلح لي نصلح لك المناشد يغلط نقول اها اها هما ما يصلحوا لكش انا نصلح لك خاطر نخدم معك نهار في العام. دونك ثم محمد علي برمضان 7 نقاط 7 اهداف واضح، ثم اسامه بوقره 6-7 اهداف زاده، انيس البدري 6 اهداف ماركه منهم 3 اليوم وبوقره زاده ماركه تريبلي اليوم في ماتش بيجا. دونك يوسف ومارو كان القدامي قطاع 5 اهداف ومحمد الضاوي 5 اهداف لاعب النجم. دونك الملعب التونسي احتج برشا، وانا سمعت شفته شويه على الديوان وسمعت المذيعين قالوا فما كانه في الشوط الاول الحكم يتبلى برشا على الملعب التونسي، معناتها حتى في توش في كفران في كذا وذاك اللي صنع التونسيون، ولو انه وهاج جماهير الملعب التونسي في المباراه، خاصه ان الملعب التونسي الماتش اللي قبله زاد اعتبر روحه تظلم برشا من الحكم. دونك حسوا كل الظلم وقالوا انه الحكم هذا مستقصد يجي للمهام الصعبه. بيان سور النجم الساحلي حتى حد ما يشكك، وهما حتى الملعب التونسي كيسبوا في الحكم قالوا خرجونا معناتها من نقد النجم الساحلي، النجم الساحلي جمعيه كبيره وقاعده تلعب مليح، نسمعوا نطق رسمي ذولي لاعب قديم اللي هو صبر الغول صبر الغول نسمعوه من ملعب التونسي، تحيه القسم الرياضي بيان سور اللي قاعد يعطينا في المعطيات.
جمعة واحدة كل جمعة احنا كل جناح ايوه ما فيزوش وانت تجيبيه بنسيبه تمرضوا عليه بنسيبه وتبي تأمنوا عليه تأمنين هكا عليه عليه كل جمعة انتم عاملين هكا كل عام تكفي زيادة لكن عليه عليه تأمن شو اللي عملنا الوقت باللعبة شو اللي بابعك باللعبة انا ورقة حمرة خارج الرسلات تجيب توقف انت ولا تعطي ورقة سبرة تطلق علينا انا اول جريمة حتى شلون الجريمة هذايا شلون هذايا الجريمة مين جاب طول هذا انا ترى انا يعمل لها الدين ستنزيل انا ولا هما انا ودي ستنزيل واخدك الملعب التونسي انا نحبها برشا جماعة الملعب التونسي ما عاشت في السنوات الاخيرة بفضل بينسير المسيرين واللي ما عادش كفاءة كبيرة صحيح عاشت برشا مأسي منهم كالعام اللي قالوا نلعبوا على البطولة طاحوا في آخر العام سنين الملعب التونسي سنين الملعب التونسي قالوا نلعبوا على البطولة ثم خلينا نقول سوء الحظ راهو فما ماتش ثلاثة كورة على البار يعني الكورة كيما قريب تدخل وتخرج معناتها حاجة فوق من الخيال الملعب التونسي يحس بظلم شديد ولكن ما حقوش الجمهور عمل هكا راهو فما جمعيات كل جمعة يتعاقب بالجمهور يا جمهور يرحم والديك يزي من الشماريخ ومن الكذا إذا تم إيقاف المباراة سيكون فما سبب قانوني لأنه الحكم المساعد تضرب قاعدين نشوفوا في التصاور معنا وانتم تتفرجوا فينا دونك هذا بالنسبة للملعب التونسي نحب نقول حاجة زيد عن نادي البنزرتي أنا انتقت معناتها يجي راهو ماتش سيابي والترجي بالنسبة لنا احنا اللي نحبوا سيابي بغض النظر نلعبوا على البطولة على الطياح في الوسط كذا ماتش مهم ماتش جواريه تطلع فيه ماتش جمهور نجيو منه ومنه ما يجي مدرب النادي البنزرتي خالد بنيحي سبعة أساسيين يحطهم احتياطيين ويلعب الليكيب احتياطية معناتها قال جواريته براو اخسروا بالقديد الترجي سيابي كانت نجم ما تخسرش أربعة بلاش فوالا معناتها ما نقولش كنت نجم تتعادل وتربح مش مشكل الكورة راهي مدورة لو كان مدرب يحط سبعة على البنك قال شنو نحضر للماتش الجاي ملاعبيتك شنو تقول لهم بروا اخسروا انتظاروا الماتش الجاي جوستومون وهذا الخطر باش تولي تونسيون في الماتشات الجايين معناتها استاد وسيابي الماتش الجاي خيفة ما كورة تي ما يظهر شكون باش يشال وحشوطه تجيب الجول ولا شكون الاربيتر باش يظفر معاه ولا شكون ما نعرفش شنو مع حتى بالصدفة دونك تجي ترتح سبعة ملاعبين انتقت هذا اسمه فشل تجي انت سيابي ضد الترجي ترتح سبعة ملاعبين اخي لاباس في مخك حصلوا ما نحبش نحكي انا نحب سيابي واضح ونتفرج في الجمعيات الكل اما على الاقل كورت مليح دي انا حبيت نتفرج في الماتش دي اول ماتش الكيس عديتها لسيابي حبيت نتفرج والله حشمت دوزيام ميتون خرجت شيء حشم معناتها جماعه شنو نلعبوا دي البنك تي هو الاساسيين تاع سيابي ومتوسطين تلعب لي بالبنك ضد الترجي لاباس عادي تخسر أربعة مدرب ما نعرفش أنا والله هذه تتعمل يمكن نوفل. شوف ما تتعملش لحظة ما في حتى ثلاث منترش ما إذا تتعملش إذا حتى بلاصه ما تتعمل يا ولدي حتى كان انت ضامن ترشحك ضد الترجي يقف العب راهو باش يقعدوا للتاريخ سيبي ضد الترجي خلينا نكمل كلامي هذا تصديق لكلامك انت هذه تتعمل اما مثلا تشوف انت مثلا ميتو الاول ما مشيتش كذا تنجم تدخل كذا ثلاثة جول وتتعمل في بطولات اخرى اللي انت مثلا تتلعب الكوره للكوره الماتش الجاي راه تلعب كذا تو كما قلت انت تنجم الماتش الجاي تخسر معناها تخسر ستة زاد عادي معناها ما يقلقش تزفر لك بيلانتي ركنية أرجو كذا سبحان الله يا اخي معناها مضمونة انت مقايدة لي دونك توجع شوي للخسارة جستو ما هو الملعب التونسي ربي معاه وجمهوره اللي هو يقول احنا خاطر جمهور عاقل وكذا وكذا ديما تحقروا فينا وتظلم برشا مرات عملية ولو تعملية والاستاد دونك هاو مش جمهور مش عاقل صارت في البطولة التونسية تضربوا حكام وما وقفوش الماتشات أنا والله العظيم بالنسبة للاستاد ولكن أنه خلي سوفيان يحكي سنة بالنسبة للاستاد تونيزيان تو هذا تقريبا ثلاثة سنين ورا بعضهم نفس الإشكال تبدأ قوية كيف يعمل 66 كيف عندهم لاعبية رامي فتق ومعلام فهمتني وصلوا لعبوا ربحوا الترجي بعدها هز ربي عباد وجاب عباد الكورة عكس راني نتبع في الماتش قال لك فهمتي ولا لونترونور وإذا كان دخلنا فك الخمادة متاع بدل لونترونور دخل لونترونور ديجا نحاوس كان دل القصر اللي نحاوه ونحي هذا وراجع هذا مع الشيطة ودخلنا في معناتها بليل دخلنا في الخمادة انت قلت عليش خاص الماتش حسب ما تتفرج استحالة يكمل الماتش صحيح الجمهور نجز و واربيتر معاش ينجم يكمل معنى صيب احسن حاجه عملها الاربيتر معاش ينجم يحايل على راحته الاربيتر كوتيتر مش يحايل ولا ما يقول لك انا نقص الماتش واختاري من مشاكل مع مسؤولين ملعب تونسي قالوا يقول لنا في الكلام زايد الاربيتر
يسب فينا بالكلام زيد والله اعلم قال ولا ما قالش. وانتوكا ان حسب بريت الماتش صاي معاش نجم يكمل الاربيتر يقول لك انا نخرج الناس كل خير من اللي تصير كارثه جمهور هبط الاربيتر تضرب معناها تولي مشاكل اكبر. شكرا منطقة. للحكم وحاولوا سادة حكام توانسه خموا باش ما تصيرش كارثه قبل ما تبداو الماتش مش في وسط الماتش بعد ما تبلبزوها معناتها حاول ملول خموا ما تصيرش كده بيه والله يا نوف كانوا يفيسوا علينا حكامنا حكامنا توا طحتوا تجيبوا في الاجانب هاي النجم انا سيابين نقول لك الماتش جاي مع استاد نحب حكم اجنبي ما هو حكامنا 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 لا حكامنا لا شيء خي بالواقع كاس عالم معناتها جيب لي حكم اجنبي انا لا اثق في الحكم التونسي يعمل مطالب هاني نقول لك لا جمعيات يعمل مطالب لا هاو كما غير مطالب عين وحدهم جمعه فايته واللي قبلها وقبل عين واحد لا اثق في الحكم التونسي انا ماذا بيا هيئه الشباب تطلب حكم اجنبي واي وهيئه الشباب واي هيئه خايفه من الظلم وقاعده تتعرض له والكلنا تعرضنا للظلم في تونس يا اخويا اطلب حكم اجنبي وعلاش يجيب الليكيب هذيك وانا يقول لي لا لا تولي تجيب بالسيف لانه الحكم التونسي رانا كل جمعه مينيموم فما بونتو ضربه جزاء تنحى وكل جمعه وكل جمعيه تشواو مينيموم بونتو في الجمعه تنحى يا الهي شنو هو يجيب حكم اجنبي وتخسر مثلا الجمعيه نضربوا الحكم الاجنبي لا ما نضربوش نستاهلوا معناتها الكره خسرت حتى كان خسرت حتى كان خسرت نجيو جايب رانا كنا تقول لا لا خاطر يزفروا بالصحيح لا يزفروا بالصحيح اخو حقي هاي لحظه لحظه هاي الشابه خسرت الماتش هذا والماتش اللي فات ما احتجتش على الحكام كان جاي تونسي راهي نفس النتيجه لا تونسي شنو تونسي ما احتجتش ما شكيتش وما دونك مرتين وما احتجتش يا اخي احتجتش حكم اجنبي يعطيني حقي وهذا الكلام انا باش نسال